3 أوت 2018، السهرة في مهرجان صفاقس مع الفنانة يسرى محنوش. يسرى تعود لصفاقس بعد عامين بعد سهرة 2016 مع الفنان كاظم الساهر. من 2016 ل 2018 شنو اللي تبدل؟ أحمد ربي أكثر، لأنه يعني العوامة ذوما تبارك الله كانت فيهم الخدمة معتها ماشية بالقدي، والجماهير متاعي وجمهوري معتها كبر، عائلتي كبرت. وأما معتها في يسرى ما يتبدل شيء، يعني تبدل إنها فرحانة أكثر، إنها أما تقعد ديما ذيك هي يسرى بنت تونس اللي ملي هي صغيرة وهي في التلفزيون التونسية، جمهورها التونسي اللي يحبها من الأول قاعد يكبر بشوية بشوية، ربي يخليهم ليا إن شاء الله، إن شاء الله ديما أنا في المستوى. رغم الأمطار قبل بداية العرض، الجماهير كانت حاضرة بأعداد غفيرة واخذت أماكنها على بكري. شنو السر في هالمحبة؟ الصدق، الصدق هو سر النجاح، انك تحب عملك وانك تولد فنان زادة مهم، يعني تولد في وسط عائلي فنان يشجعوك. عسلامة يا صفاقس، ان شاء الله ديما منورين. أنا اليوم جيت بكري برشا، والله 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 من التسعة هوني، دونك جيت في وقت شوية شتي وشوية سيلش خضرة خضرة، إن شاء الله ديما خضرة. حبيبة مالي يا غالي يا غالي، مش قصة.
والله يعطيها الصحة أبدت 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 وصيرتو سيدو منصور الله الله يا بابا والله خالصة وفي حقها زيدا برافو عليها طايرة يعطيها الصحة فريمون أبدعت بالحق فريمون شابو شابو بصراحة أبدعت يسرى محنوش أبدعت بالرسمي عدتنا سارية باية فنانة باية هاي عملتنا جو وشخنا ربي فضل هنا عجبتني يسرى محنوش برشا فريمون اكسترا اوردينير حفلة طيارة برشا وهي تعجبني شكلا ومضمونا يسرى محنوش في الكاركتر متاحة وفي كل شيء فريمون برافو شابو با عشان الصحة